الثقة دي عشان إخواتنا وأصحابنا وزمايلنا اللي هم اعتقلوا، منهم اللي اعتقل في أحداث النهضة وفي اللي اعتقل في أحداث رمسيس. ثلاثة المعتقلين تم تمديد الحبس الاحتياطي ليهم مرة تانية، واحنا عايزين نضمن حقوقهم اولا في تسجيل الجدول رفع الغياب والافراج عنهم، لان هم طلبه ممسوكين زو بتوعهم زو. الخطوه الجايه احنا منتظرين قرارات اتحاد الطلبه في الجامعه كلها، بحيث ممكن نعتصم اعتصام تام لحد ما الطلبه المعتقلين يخرجوا. اتحادات الجامعه كلها هتبتدي تصعد يعني رئيس الجامعه طلباتها في موضوع ايه؟ في موضوع الطلبه المعتقلين، موضوع تاني اللي هو ايه؟ التسكين الطلاب بتاع المدينه الجامعيه. لحد دلوقتي الطلبه ما سكنتش في المدينه الجامعيه، فالخطوات بتاعتنا ان احنا يعني الوقفات دي هتتكرر ان شاء الله، تمام، وهنبدا اضرابات يعني في الفترات اللي جايه. بس هنبدا الاول يعني بعد الوقفه ديت هنبتدي نتكلم يعني في مناقشات مع رئيس الجامعه.